مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في بانوراما. من برج البراجنة في الضاحية الجنوبية إلى باريس، عنوان عريض: الإرهاب لدينا له وعلى الجميع محاربته. ومهما زادت سطوة هذا الإرهاب داخل الأراضي السورية، فالجيش العربي السوري لها بالمرصاد ولسطوتها مدمر، ليضع بذلك من الميدان الأفق لآليات التسوية السياسية التي بدأت تلوح في الأفق بعد لقاء فيينا. للمزيد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا العميد الطيار المتقاعد محمود أحمد علي، الباحث والخبير الاستراتيجي. سيادة العميد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. سيادة العميد، بداية، بالتأكيد الجيش العربي السوري يتقدم على محاور عدة، وآخر تقدماته الاستراتيجية كان بالتأكيد فك الحصار عن مطار كويرس. كيف تقرأ هذا التقدم في ريف حلب الشرقي؟ قبل ما نحكي عن التقدم في مأسرة الصمود، يجب الإشارة إليها. مأسرة الصمود، الكلية الجوية بكويرس، يلي أنا قارئ التاريخ العسكري من مئات ومن عشرات ومن آلاف السنين، لم تحصل مأسرة صمود بهذه الظروف وبهذه الطريقة. ليش؟ أول شيء، الكلية الجوية هي تشكيل غير مقاتل، بتخرج طيارين وبتأهل طيارين، فيها عدد من المقاتلين غير مختصين بالقتال مع حدا. لذلك بتقول المعدلات التكتيكية أنه هاي المطارات أو هاي الكليات بتكون بعيدة مئات الكيلومترات عن خط الصدام مع العدو. أن تتحول بلحظة إلى خط الصدام مع قطيع من الأعداء وأن تحافظ سواء بمنخ لمدة سنة وعدد قليل جدا، ثم في الكلية الجوية، طبعا منخ مطار تابع للكلية الجوية، ثم في رسم العبود أو بكويرس لمدة 3 سنوات حصار مطبق، هذه الفترة هي مأسرة الصمود أكبر من كل شيء بنتخيله من أعمال عسكرية ناجحة. بعد منها بتلين بيجينا عملية فك الحصار بقوة، بتفوت بتعمل خرق على مسافة من 15 إلى 20 كيلو ضمن هالبيئة المعادية أو الجغرافيا المعادية، كمان عمل كبير ويجب الإشارة إليه والاستفادة من كل إنجازاته، بالإضافة لأنه التواصل مع المقاتلين وأسعاف المصابين والجرحى اللي صاروا سنين بهالمطار، تنفذ حتى بالاقتحام عمل عسكري مهني كبير جدير بالاحترام. أكيد، وهذا ما عودنا عليه بالتأكيد الجيش العربي السوري. سيادة العميد، إلى أي مدى يؤكد تقدم الجيش العربي السوري وعلى جميع الجبهات أن كلمة الفصل له بالنهاية وبالتأكيد هي التي سوف ترسم الأفق للحل السياسي وتغيير القرار السياسي الدولي؟ قولا واحدا، أي حل سياسي في أي حرب أو أزمة هو انعكاس للميدان، حتى التسوية النهائي هي انعكاس للسيطرة، هي انعكاس للميدان. فكل تقدم للجيش أو كل عملية إعادة قطعة من أرض الوطن إلى حضن الوطن هي تعزيز لمتطلباتنا للحل، تعزيز لوجهة نظرنا للحل. وما حدا بيعطيك إذا مالك ماسك أرض، فإذا تأخذ قد مالك ماسك أرض. والتقدم بالفترة الأخيرة هو كان بسباق إلى فيينا، بسباق إلى فيينا. وتصور خلال الفترة القادمة اللي هي 6 شهور، هي فترة أنه الجيش العربي السوري يرجع يسيطر على أكبر قسم أو أكبر، وهو قادر وسيفعل، على أكبر قسم من الجغرافيا السورية. كان بيعيب حركتنا العسكرية ضآلة الدعم. طبعا نحن عندنا مخازين، هالمخازين كانت مخططة، بيعرف عدونا وبنعرف نحن قديش مخططة تستخدم، كانت تستخدم أقل من الزمن اللي صارت في الأزمة بكثير. استنزفت مخازين، نحن في جو حصار إقليمي ودولي، حتى طائراتنا أنا بعرف قبل ما أسرع من الخدمة كانت تمر بأجواء العراق لما كانوا الأمريكيين، كانت تفتش عن أي قطعة سلاح صغيرة أم كبيرة. إذا نحن في وضع حصار، استنزفت مخازين كبيرة، تأثر قدرات الجيش العربي السوري قدراته على أنه ينجز أعمال كبيرة بنقص قدرات على الأقل الذخائر والصواريخ والأسلحة. الجار الروسي عوض علينا أو سد فجوي كانت موجودة، واستفاد منها الجيش العربي السوري وحقق إنجازات كبرى، مو بس بكويرس، حقق بريف حلب الجنوبي، بريف اللاذقية كمان تقدم وسط هذه الجغرافيا الهائلة في تعقيداتها، وهو تقدم كبير، ما كان صغير هو تقدم كبير. سيطرت مبارح على 1143-1149 مثل الكيلاني، عملية حصار سلمى. بالتأكيد سيادة العميد، أيضا كان الجيش العربي السوري أخذ خبرة كبيرة بقتال على مدى 5 سنوات في هكذا تضاريس وفي أكيد هكذا مناطق، بس كمان استنزف طاقات أو قدرات مادية كبيرة. يعني مستودعاتك ما مفتوحة إلى الأفق،
مستودعاتك منها مفتوحه، والارهابيين قدروا في بعض المناطق، في كثير من المناطق قدروا يستولوا على مستودعات للجيش، وبالتالي تاثرت مخازن الجيش. انا بعرف في مناطق كانت الطلقات عندها بتعد بطلقه الدبابه، بالطلق كانوا يحسبوا حساب لما نطلق طلقه الدبابه في فتره من الفترات. تجاوزنا هذه المرحله، هذه الفتره، هذيك الفتره ممكن الناس تحمل فلان ولا عليتان موضوع الموضوع موضوع هذا، بينما كانت النقص نقص اساسي، نقص ذخائر، وخاصه الذخائر الغاليه الثمن واللي بيعتمد عليها بتنفيذ مهام دقيقه. اللي ما بيصير حاليا بريف حلب الجنوبي لا يقل اهميه ودقه عما حصل في ريف حلب الشرقي. هناك في مساله اخلاقيه، في مساله معنويه، هي التواصل مع الكيل الجوي. ما يحصل في حلب، في ريف حلب الجنوبي استنفر كل الارهابيين من ريف حماه الشمالي ودفعن لأدلب. قولنا هلق في تقارير إعلامية متأكد إنه أعداد هائلة من هين بدأ توقف تقدم الجيش بريف حلب الجنوبي اللي قطع خطوط إمدادا عبر أوتوستراد دمشق حلب، وهي المسألة خطيرة بالنسبة لهم. أيضا ما يحصل في منطقة القلمون هي حرب صامتة، ولكن يتم التقدم فيها يوميا وبعيدا عن الإعلام، ويتم فيها إنجاز أو يتنفس فيها إنجازات كبرى بعيدا عن الإعلام. تأكيدا لكلامك سيادة العميد، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن الجيش العربي السوري قد أعلن حرب الجبهات العشر. نعم. وبدأ يتقدم في كل هذه الجبهات. نعم. هلا في البعض حط ملاحظة، حط أو حط أخذ ما أخذ إنه عشر جبهات، شو بدك بعشر جبهات؟ أنا بنفذ على جبهتين وعلى ثلاثة عنده قدرة. لا، الخصم هو خصم، هو 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 قطيع، قادر على المناورة بآليات خفيفة السرعة، ومنو جيش لينتقل إمكانياته، عم يعزز هذه الجبهات بزمن قياسي. لذلك فتح الجبهات العشر، شفنا هلق فتح جبهة حلب، اضطرتوا يسحب من موريك، اضطرتوا يسحب من ريف حلب، اللي أنا برأيي رح ينتقل الجيش العربي السوري إلى أنجازات هامة على هذا الريف خلال الفترة القليلة القادمة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. سيادة العميد، بالتأكيد مشاهد مؤلمة تابعناها جميعا على شاشات التلفزة، ما حدث في 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 باريس، هذا التفجير الإرهابي الذي راح ضحيته تقريبا 120 شهيد، 132 شهيد. طبعا على ماذا يدلل هذا الإرهاب المتنقل من آسيا إلى أوروبا؟ هذا الإرهاب هي تطوره، هن ما بدهم يشوفوا هن إحرار، هذا إرهاب هن خلقوه. داعش هي مثل ما قالت هيلاري كلينتون هو صنيع الولايات المتحدة الأمريكية. بس أكيد لما بيكبر داعش مقدرة أمريكا، مقادر الولايات المتحدة تضبط إيقاع أصغر العناصر فيه. في عناصر منفلتة، في عناصر غير منضبطة، عم ترسم مفكرة مشروع جهادي حقيقي. قيادة التنظيم مرتبطة مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية وبالاستخبارات الأمريكية، وترسم أو تعمل لصالح ما تريده الصهيوني العالمي. هي كيان وظيفي عم تعمل لصالح الصهيوني العالمي تحقيقا لحلم بن غوريون. هذا عنوان الربيع العربي. اللي عملوه الأوروبيين كرهن وحقدن على سوريا، ما بعرف ليش هيك، علوا السقف كثير وخاصة الفرنسي. دعموا كل قوى الإرهاب وما شافوا لا أكلة الأكباد ولا أكلة القلوب ولا اللي حطوا الرؤوس ولا شووا الرؤوس، ما شافوا كل الحكي، وظلوا شايفين المقاتلين من أجل الحرية. هن لهم هدفين. الهدف الأول إفراغ أوروبا من خطر جهادي كان يشكل خطر عليها. لما بتحكي تقارير أوروبية عندت أو أنه 3500 روسي موجودين بسوريا، حوالي 3000 وشوي فرنسي، قدهم ألماني، قدهم بلجيكي، هذول كانوا خطر. بعتوهن إلى المحرقة السوري، بعتوهن إلى المحرقة السوري، بنفذوا وظيفة سياسية بتدمير بنى الدولة السورية، وفرض ما اللي بيريدوا الغرب على هذه الدولة، تدمير بناها، إعادة عمارة طبعا قديش ممكن فيه، وإعادة خطة السياسي محل ما بدون، والبيموت منهم بيكون مات، بس رجل عندهن يا بيحاكموا يا بيقولوا حلي. هذا الإرهاب هن ما صوروا، يبدو أنه الخطة ما سارت مثل ما هن المتوقع. أول شيء ما سارت مثل ما هن، صمود الجيش العربي السوري خلى هذا الإرهاب ما يستوطن. الضربات الروسية الجديدة أيضا خلت كثير من 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 منتسبي هذه التيارات المتطرفين بحس أنه جاي على جهاد مصاري وجهاد نكاح وأشكال البحبوحة المختلفة. هلق لقى حاله عم يحاصر بالموت من كل محل. فنقل التقارير الإعلامية مثل ما بتحكي على تركيا من بداية الضربات الروسية، لأنه ضربات حقيقية بموت، ضربات التحالف ضربات حقيقية، وأنا بعرف شو وين عم تضرب. هروب عشرات أو مئات قادة التنظيمات التكفيرية أو التنظيمات الجهادية إلى تركيا، وأكيد وصلوا لأوروبا. هذول في قسم منهم بيعرف برنامج الكبار، القسم الثاني ما بيعرف، ومعبى المشوار الجهادي براسه. هذول خايفين منه هنين قولا واحدا، اما هن قياده التنظيم ماينين عليهم. يعني بالنهايه هذا الفكر الارهابي يدمر اينما كان، يعني الوطن له قولا واحدا. بس المثير للاستغراب او مثير للسخري انه ارهابي طال مدنيين باللاذقية عادي، ما حد بيسمع فيه وسائل عليهم، بيستهدف الضاحية الجنوبية، يستهدف العراق ومحل ما بده، ما حدا شايفه، ما حدا سمعانه. أن تستهدف طائرات التحالف عشرات الأطفال بمدرسة أبو مشفى، بمر الخبر عالمي صغير.
انا بخجل لما بشوف سوريين حاطين علم فرنسا تضامنا مع فرنسا. سوريا فرنسا هي جزء من الغرب الذي ادار لعبه الارهاب في سوريا. واصغر كلام من قلنا اياهم اللهم لا لا اللهم شماتي وهذه وضعتكم ردت اليكم. صحيح. هذا الارهاب هذا اللي بيعط مثل ما حكى السيد الرئيس هذه صنيعتكم عقرب بجيبته واللي بيربي ديب ببيته لا يستغرب النتائج ان هذا اللي عملوه وهن حصلوا نتائجه. وانا برايي هاي البدايه انا برايي هذه البدايه اللي بيقرا ادبيات الجهاديين واللي عم يكتبوه الجهاديين على تويتر ولا على الفيسبوك بيعرف انه قدام اوروبا نتيجه ما قدروا يحققوا شيء كبير بسوريا قدام من ايام سوداء بالمسألة الارهاب بمساله الارهاب. هل هو سياده العميد بالتاكيد داعش تبنت التي تبنت هذا الهجوم قالت بان جميع العواصم الاوروبيه مهدده وتوعدت فرنسا بشيء اكبر. نعم وانا برايي بدي ندفع تماما بفرنسا لهالحكي. يعني انا عم اطلع على الراي العام الفرنسي. اول شيء كان في استفتاء لصحيفه هام يمكن الفيجارو من كم يوم من الفرنسيين حوالي 75% من الفرنسيين قالوا انهم ضد موقف سوري موقف فرنسا من بشار الاسد من رحيل بشار الاسد انهم ضد موقف سوريا فرنسا بالازمه السوريه. هالحكي هلق بعد ما بترجع تنزل الاعلام اللي تنكس بترتفع الاعلام اللي تنكست بده يصير حكي بالصحافه وبده يصير حكي بالراي العام الفرنسي حول مسؤوليه الرئاسي الفرنسي عما حصل في فرنسا. اللي حصل بفرنسا كبير 132 قتيل 352 جريح 90% جراح خطيره. هذا الحكي بدي نسال بفرنسا السيد هولاند حول دوافع السياسات اللي تبعها في سوريا بسوريا بليبيا مو بس بسوريا هن الاكبر والاكثر عملوه بليبيا. وانا برايي بدها تندفع اتمام بالسياسي باوروبا بفرنسا اولا حول موقفها من الارهاب ومن الازمه السوريه. لكن سياده العميد بالتاكيد الموعظه لمن يطعن فقبل هذه الهجمات في باريس كان هناك الهجوم على صحيفة شارلي أبدو الساخرة في باريس ولم تغير فرنسا من سياستها تجاه الأزمة في سوريا من أي شيء. هذيك الغزوة الداعشية انعملت على عنوان مختلف الرد على الإساءة للرسول قد يقبلها الرأي العام الفرنسي قد يتلقي تبريرات. أما هون العملية اللي صارت عملية بالطريقة اللي صارت فيها مربكة أربكت فرنسا أعلنت فرنسا حالة الطوارئ من الحرب العالمية الثانية لم تعلن الطوارئ بفرنسا من أيام حرب الجزائر بال63 لليوم أعلنت حالة الطوارئ على 7 إرهابيين. كيف اللي احنا عندنا بتقاريرهم هن حوالي 350 ألف إرهابي سوري وغير سوري 7 دوخوا فرنسا 7 إرهابيين دوخوا فرنسا ثلاث حزامين ناسفين قدام ملعب كرة القدم وحزام ناسف بالمسرح و 7 إرهابيين دوخوا فرنسا كلها وأعلنت حالة الطوارئ. هالحكي بدي ندفع له ثمن بالسياسي بدي ندفع ثمن. وبتصور الرئيس الفرنسي بدي يتعرض لأسئلة قاسية من المعارضة الفرنسي من الرأي العام الفرنسي حول موقف فرنسا من الأزمة السورية ومن غير الأزمة السورية. فرنسا صارت دولة للبيع من أيام شيراك باع مواقف فرنسا لبيت الحريري أصبحت تابعة يعني قولا واحدا. ما لا لا عم تنشر موضوع مصاري. انت كيف بتفهم لي كل دول العالم تبرر للسعوديين عم تعملوا باليمن كانوا روسيا وكانوا امريكا وكانوا كل العالم بيع مصاري مصالح وهذه الامه ما بتتوفق عمرها ما بتشوف الخير وطالما في مفرخه جهاديه بالسعوديه وطالما في بنك تمويل للارهاب في المنطقه اللي هو السعودي بس ينضب. هلا عنده صار عجز ان شاء الله بصير قد هيك 10 مرات عجز مادي وصار عندهم عجز بالذخائر صار عندهم بدك اياه من جراء الحرب. نعم. على اليمن. نعم. الاعتداء. نعم. الارهابي على اليمن عندك مفرخه ارهاب الفكر الوهابي مفرخة وعندك دعم لا متناهي بنوك مفتوحة لكل قوى الإرهاب في العالم شيء تحت مسميات حركات إسلامية وشيء تحت جمعيات خيرية وإلى آخره. هلا بس خلينا بس نختم الموضوع الأوروبي والفرنسي. هل تتوقع تغير في المواقف الفرنسية تحديدا والأوروبية على وجه العموم تجاه الأزمة مواقف جذرية؟ أنا أتكلم سيادة العميد يعني من وقف للتمويل من وقف للدعم من تحديد الإرهاب يعني لحد الآن هناك دول أوروبية تصر عن عدم إدراج أسماء مجموعات تقاتل في سوريا مجموعات إرهابية تحت تصنيف الإرهاب. نعم. وتقول بأنها معارضة وتدعمها بالسلاح وتدعمها بالمال. نعم صديقي ما حصل في فرنسا واللي مرشح يحصل خلال الفترة القادمة سيدفع أول شيء حصلة الانعطاف. جون كيري آخر تصريح له هلا شو بيقول؟ ما فينا أصلا نستأصل داعش ما لم ننهي الأزمة السورية. أي واحد اثنين بالاجتماع فينا بيقول له الجوبير انه نحن حكينا بكل المشاكل ونسير الفيل اللي قاعد بالغرفه بشار الاسد
قال له هذا حط موضوع حطه على جنب، نحن هلا الموضوع هذا صار فيه انقار، صار فيه مشكله بينه وبين الامريكي، وما كانوا متفقين. الامريكي صار مسلم انه كان هناك بوادر خلاف بين المملكه السعوديه و قول ما حدا بده يرجع ينضب السعوديه، بس السعوديه على سقف كثير، طلع على الجوزي وما عرف وين ينزل، طلع على السعودي بالازمه السوري وباليمن، طلع على الجوزي وكان انه قايل للامريكيين، حكي الامريكيين انه خلال اسبوع انا بكون بصنعاء، بعد شهر كان عم يستجدي انه اليمنيين فاتوا دخلوا في الاراضي السعوديه، حط سقف عالي باليمن وحط سقف عالي جدا في سوريا. هون المشكله، واكثر الناس بيصيروا عصبيين بكلامهم وبسلوكهم هن الناس اللي بتتحطم احلامهم بسرعه. هيك صار بالسعوديه، هيك صار بالسعوديه. السعوديه حط امكانيات، عنده مخازين اسلحه ب 10 12 مليار دولار، عنده طائرات وعنده مخزون اسلحه كبير، مفكر حاله وعنده مال، صحيح. وعنده جهاز افتاء طويل عريض بيفتي له مثل بده، تصور حاله ياخذ المنطقه. عم يهدد امن القومي لمصر، عم يعمل مشاكل علاقه بما قاعد علي مع السودان، بلش يرسمها لمصر لما الموقف المصري منسجم مع الموقف السعودي. في مشاكل ربط مشكله بين مصر والسودان. السعودي يهدد كل امن المنطقه، هو الدوله الاقليميه الاكثر خطرا حاليا. هو يمكن سياده العميد ليس فقط السعوديه، يمكن انه مشيخة قطر بالتاكيد تلعب دور يعني لا باس فيه. مشيخة قطر المال، اما هون في مال وفي سلاح. هناك تمويل عن السلاح. الجيش السعودي جيش مجهز بأسلحة خلال 10 سنين 200 مليار دولار. 200 مليار دولار إذا بتعطي نصهم لربعهم لأي دولة حابة تقاتل إسرائيل بصير رقم منتهي. صح. هذا الموضوع أنا برأيي ما حصل في فرنسا سيشكل بداية انعطافي أو نزول عن السقوف العالية باتجاه مواقف أكثر عقلانية من الأزمة السورية وباتجاه البحث عن مخارج وحلول. بالنهاية هذا هو كان كلام الدبلوماسية السورية حينما قالت أن يجب مكافحة الإرهاب، ومزود الإرهاب بالتأكيد سوف يعود له الإرهاب. طيب أنا بدي أسألك على سيادة العميد، كيف قرأت لقاء فيينا وما خلص إليه في بعد لقاء ديمستورا وجون كيري والسيد لافروف، هذا اللقاء الصحفي، كيف قرأت ما خلص إليه من استنتاجات؟ صديقي بكل حروب الأرض وبالأزمات، هاي حرب اللي عم نعيشها، حرب من أوسخ أنواع الحروب ومن أقساها، بكل الحروب لما بتوصل خيارات المهاجمين لأفاق مسدودة وخيارات المدافعين ما بتكون متاحة أنك تنجز لك عمل خلال زمن قصير، بدي يتم البحث بالسياسي عن حلول. حلول شو بتعمل؟ حلول بتكرس الواقع الميداني على الأرض. إذا نحن كنا بالإضافة لأن الروسي والسوري بحاجة، الروسي بالذات بحاجة، أو السوري اللي استدعى الروسي بشكل رسمي بحاجة إلى عمل سياسي يواكب العملية العسكرية الكبرى اللي عم تتنفذ على الأرض السورية. تتعمل عملية عسكرية كبرى بدون ما تعمل عمل سياسي موازي، أنت عندك مشكلة بالأخلاقيات السياسية لإدارة الأزمة. اثنين، العالم كله صار يبحث عن مخارج، الإرهاب صار يرفس على الكل، عملوه خلقوه حطوه بحضنا صار ينزل في دقنه. نحن أكرنا قالوا السيد الرئيس لهولندا، قالوا اللي عم شفتوا أنتوا يوم الجمعة، نحن صرنا 5 سنين عم نعاني منه. صحيح. هذه المشكلة. كانت هناك بالتأكيد رسائل في 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 هذا الموضوع. إذن العملية هي عملية بحث عن المخارج، وهي حاجة روسي سوري لتأمين جانب العمليات العسكرية. وإذا وصلنا فيها لحل كثر خير الله بيكون جنبنا حرب. ما وصلنا لحل، نحن مغطيين عمليتنا العسكرية الكبرى اللي عم تتنفذ على كل الجغرافيا السورية. الآخرين ايضا من جنيف واحد ومن جنيف من جنيف واحد الى فيينا واحد، في فرق كبير، في كثير تنازل، في كثير، هو تقدم لصالحنا، بيعكس واقع الميدان. طبعا ببيئة جنيف واحد كان الارهاب مستبيح حوالي صحيح. 60% من الجغرافيا السورية، هناك تغير في الجغرافيا، كانت الضغط الاعلامي الى اخره، حرب اعلامية هائلة تشن عليه، وقدروا عملوا جنيف واحد وعملوا له بنوده. اذا هي مخرج للجميع، للي تورطوا، وانت كمان تحط ببالك حوالي، بتحكي التقارير حوالي خسائرك حوالي 400 ل 500 مليار دولار لاعاده الاعمار. بتشوف الجيش لما عم يلجا، او القياده لما عم تلجا لمصالحه، عم تتفادى تهديم بنى تحتيه وتهديم بيوته وتوفير مئات الاف المشاكل ذات الطابع الانساني او الاقتصادي. اذا هي حاجه للجميع، هالحاجه بتوصل لنتائج قد ما بتكون هذه الاطراف وصلت لقناعات انه محل ما انه رايحين ما بودي، خاصة اللي غامروا السعودية، قطر، تركيا، دول الإقليم. طبعا هن بيتمروا بأمر السيد الأمريكي، ما حدا منهم بيطلع، ما حدا منهم بيطلع من تحت الصرماية. هذا حجمهم وهذا حدهم وهي حدودهم، ما بيطلعوا، ما فينا يطلعوا أكثر من هيك. آخر شيء السعودية بده ينصحل، بيقول الأمريكي بده يمشي،
بس مثل يعني سوف يتبع لقرار السيد لا محالة. قولا واحدا. وإذا هذا العجي اللي بيقعد عند سيقان الأمير مستغرب هذا يعني هي الدبلوماسية السفيهة التافهة ما بتعرف كيف تصير. يعني بيخجل لافروف يحكي عن قطر بالطريقة اللي بيحكي فيها الجبير عن دول أخرى. صحيح. هي ما يقوي لا هي إسفاف عدم إلمام بالعمل الدبلوماسي. هذا واحد كل عمره عند منطقتك شفت صوره ما بيقعد على الكنبة بيقعد جنب الأمير جنب الأمير كل عمره هيك. صحيح. سيادة العميد هل تعتقد بأن مؤتمر قد يحل أزمة بلد دامت 5 سنوات وأكثر؟ حضرتك قلت أنه هي ممكن نعتبرها مخرج لجميع الأطراف. هيك أخي الكريم. لكن إذا كانوا ترتبط بشيء ميداني. إذا كانوا المتقاتلين عقال وصلوا لمأزق كلهم بيروحوا إلى حل. الحروب هي. بيروحوا إلى حل. بس المشكلة أنه أطرافك الداخلين لا تأتمر. لما بتأتمر حتى أو هي ما بتعرف شو بدها. الأطراف الداخلين نحن إذا خدنا بكرة شلنا تنظيم جبهة النصرة وداعش عجلة. مش قد بيبقى في مقاتلين قادرين يصمدوا امام قادرين يشكلوا مشكله على الجغرافيا السوري ما كثير اكيد انا كثير انا الاكبر او اوسع تنظيمين بالسيطره في الجيش الاسلامي خضر في دمشق فيه تنوع ولكن من فيهن امر ليقول انا مصلحه بلدي اني اوقف لو فيهن لو ببرنامجهن 10% له مضمون ذو طابع سوري كانوا بحثوا عن مشكله مو من اليوم كانوا بحثوا عن مشكله من لما نوضع انه اسقاط النظام مو صار هن كلهم حلموا أن يسقطوا النظام من لما إذا كانوا سوريين وعم يعملوا ببرنامج سوري أو برنامج معارضة كان لازم هن يبحثوا عن مخارج من 2012 لأن حطينا سقف عالي خيمة وصلنا له تعالوا قياسا على السطر المدني نعمل حل هن كانوا لازم يطلبوا حافظوا على السقف والمشكلة حافظوا على السقف أول شيء ما حدا من رفع سقف سوري صحيح والانقضاض كان دائما على خيارات سوريا الاستراتيجية مو بس على 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 النظام على خيارات سوريا الاستراتيجية وهذا التغير هنا بيعرفوا ما بيني من يقدوا ومع ذلك استمروا بعملية تدمير ممنهجي وهذا الذي أريد لهذا الربيع أن يكون عملية تدمير ممنهجي لقدرات الدولة السورية لبناء الدولة السورية وهلأ قلنا بيخل شبري قادوا على الطاولة شلنا ما بينه طيب سيادة العميد بما تبقى استقلك الحل بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد جمعة لا بتأكيد لا أحد يعلم هلأ نحن بمؤتمر فيينا واحد هذا اللي اتفقوا على العمونيات دائما الشيطان بالتفاصيل نقعد نحكي بالتفاصيل سنه وسنتين وثلاثه وهذا بيوافق وهذا بيشد وهذا بيشد الحفل عنده لتنجز عمل بيكون في عمل ميداني ينجز على الارض بيتكرس الاتفاق النهائي وفق مقتضيات الميدان المسيطر على الارض بياخذ هو القرار الفيصل بالتاكيد سيادة العميد بما تبقى لي من وقت بدي اسالك عن الاتفاق الروسي الاردني صرح وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان عسكريي البلدين توصلوا الى اتفاق تنسيق ونحن نعلم ان بالبدايه ولحد الآن هو دور الأردن دور وظيفي فما ماذا تقرأ في هذا الاتفاق الروسي الأردني في أكثر من نقطة بحب أول شغلي الأردن هو فعلا دولة هو كيان له دور وظيفي بدي أرجع على التاريخ ومنتذكر أنه أول قذيفة أطلقت على إيران بالحرب العراقية الإيرانية إشعالية الحرب كانت من دبابة عراقي كان اللي سدد القذيفة وأطلقها لهم الرب هو ما يشاء حسين بن طلة إذا بتتذكر من شيء 7 سنين قبل ما يولع هذا الربيع العربي هذا الربيع الدموي طلع لنا عبد الله بن حسين يلي كل عمره ما اجتمع قرية كتابين بالسياسي يمكن كل عمره من نوادي القمار لنوادي العيب نحكي شو كان إلى آخره حكى عن شيء اسمه الهلال الشيعي صحيح. هو عمليا حكى عن الهلال المقاوم وهذا أكثر واحد أشطر واحد أنطيناته تلتقط شو مرسوم للمنطقة لأنه هو كيان وظيفي مثل إسرائيل الإسرائيلي كتوم بيعرف بده إياه وبيمرق لجعبه هذا غبي أول كلمة أطلقها هي كانت شرارة ما يحصل من ربيع دم في البلاد العربية الأردني هلق شاف أنه أول شيء سوريا ما سقطت والنظام منه ماشي اثنين في سرقة على الأرض الروسي صار على الأرض الأمريكي صحيح عم يعطيه مساعدات بس الروسي صار على الأرض وعم يقصف وهذا سبب من أحد أسباب التنسيق صار عم يقصف على الحدود صحيح. يعني لما بيوجه ضرب التل الحارة بيوجه ضرب التل العنتر بيوجه ضربات على الحدود كأنه مع الحدود حدودنا مع العدو الصهيوني مع الجولان أو حدودنا مع الأردن هذه تتطلب شكل من أشكال التنسيق العسكري التنسيق بالسياسي هو شاف أنه الموضوع بسوريا ما ماشي مثل بده
وموضوع الغرب مو ماشي مثل بده. والامريكي عل والامريكي غير او مو غير اضطر يغطي السقف نتائج قياسا. الامريكي بيفهم سياسي بيفهم استراتيجيه قياسا على النتائج تحقق بده يغطي يغير بيلاقي ادبيات بيلاقي مفردات تعبر عن انه انا ما تحقق اللي بدي اياه بيلاقي مفردات يعبر عن الحاله. الاخرين ما عم يلاقوا مشكلتهم. اذا الاردني عرفان جو المنطقه وعرفان الفيلم اللي كانوا دافشين عليه دول الخليج بيقول الحمد لله انا ما تورطت فيه وهذا اللي دفعوا لتنسيق وبكره مستعد يوقع اتفاق مع الشيطان كمان. امبارح اذا ما بعرف انك شفتها اسرائيل مطالعه طابع بريدي للملك حسين بن طلال وللملك الحسين الثاني وربك اعلم بالمستقبل لمين بده يطلع طابع بريدي باسرائيل. تصور هذه المساله طابع بريدي هذا بيدلك على وظيفة هذه الكيان الأردن أو وظيفة هذه الدولة في الأردن. وظيفة فعالة كانت يبدو على ما يبدو. أنا بنهاية هذا اللقاء ما ضل غير أني أتشكرك جزيل الشكر العميد الطيار المتقاعد محمود أحمد علي. حضرتك باحث وخبير استراتيجي, شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم وعلى المعلومات اللي زودتنا فيها. وأنا بشكركم كمان عم تسمحوا لنا وتعطونا فرصة دائما نوصل وجهات نظرنا لجمهورنا بالساحل. أنا بشكركم وبشكر جمهورنا الغالي على قلبنا واتمنى هيك لقاءات تكون تتواصل وتتجدد ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام, للمزيد زوروا موقعنا لتاكا.rtv.sy. شكرا للمتابعه.